السلام عليكم، مرحبا بكم فيديو جديد في لاشين ديالي سمارت استوس. كنتمنى ان هذا الفيديو تلقاكم بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله هذا لا فيديو غادي تكون تكمله الفيديو اللي قبل منها. كما كان سبق ليا وريتكم بغينا نصوب واحد الفضاء للعب خاص بالوليدات بلا مويان دبوغ اللي عندنا، يعني ما تكون شي حاجه واو. ومهم غادي يتلهاو فيه في هذا الصيف ان شاء الله باذن الله، يلعبوا ويبدلوا شويه الجو في بلاصه ما كل مره مقاوم نادم هزهم ديهم شي بلاصه. اللهم هنايا شويه الحمد لله كاين شويه ديال الاتساع، الانسان يستفد من هذا الشيء اللي كاين والحمد لله. كم هنا فين خليناها في المره اللي فاتت، وصلنا اننا نقينا الارضيه مزيان، حيدنا منها النباتات اللي ميتين ما خلينا فيها حتى شي حاجه، وحاولت انني نردها نيفو واحد، يعني البلاصه اللي محفوره عمرناها بالتراب اللي طالعه حيدنا منها التراب، ومن بعد فرشنا فوق منها واحد الشبكه. بالنسبه لهاد الشبكه هذه راه مصابه من السبيب، يعني كتصبر بزاف. حنا فكرنا وقلنا غادي نديروها فوق من التراب لجوج الاسباب. السبب الاول هو ان النباتات ما غاديش يبقاو يطلعوا بزاف، يعني حيت بحال الحريقه بحال كاين شي نباتات ما يحتاجش لا زرع لا والو، كيكون ديجا في الارض يعني ما غاديش يزيدوا ينبتوا. والحاجه الثانيه هو ان الكياس ما غاديش يدخل. والطريقه باش فيكسيناها هي هذه كما كتشوفوا، درنا مسامر ديال الهند كبارين ودخلناهم في الشبكه. والحاجه باش شدات الشبكه مزيان هي هذاك الميكا، يعني هذاك الطريف ديال البلاستيك حتى هو درناه باش شد لينا المسمار. من بعد كما كتشوفوا شرينا هاد لا ترامبولين، هادي شريناها من ديكاتلون، هادي الثمن ديالها 1999 درهم. صراحه زوينه، ما كبيراش وما صغيراش، فيها 2.40 متر، صحيحه تتهز 130 كيلو واقيلا ماكسيموم. صراحه زوينه، يقدر يلعب فيها الكبير كما يقدر فيها يلعب فيها الصغير. المهم حتى هي يبدلوا بها الجو شي شويه ان شاء الله. وكما كتشوفوا دابا راه باقي ما كملناش هذيك الشبكه، ولكن بدينا كنفرشوا الكياس في الجهه اللي ملهيه. بالنسبه لهذا الكياس راه هو الكياس الصغير اللي كاين تشوفنا، وكما كيقولوا ليها هذه ما غاليش بزاف صراحه، رخيصه شويه يعني بارابور اللي مشينا نديروا غازون ارتيفيسيال. غازون ارتيفيسيال راه 300 درهم للمتر كاري، يعني الا بغينا نديرو لهاد البلاصة كاملة راه خاصنا بزاف ديال الفلوس. و غازون ارتيفيسيال راه كيتخسر مع الوقت، يعني مع الشمس وداكشي، مع هاد البلاصة راه كاملة معرية دونك مغاديش يصبر بزاف، داكشي علاش قررنا اننا نديرو هاد الكياس هذا. بالنسبة لهاد الكياس راه زعما رقيق و المهم قاضي غرض. كما كتشوفوا هاد الجنيب هذا راه حنا درنا فيه هاد الخيمه، هذا هاد الطريف هذا ديال الخيمه، ولكن هو غير الجنب ديالها، يعني غير اللي كدور بالخيمه ماشي الفوقاني ديالها. درناه تما كاينه، واخا كاينه هذيك البنايه اللي هي بحال الكوري، ولكن ما عندنا كنديروا ليها، هذيك هي بلاصتها دونك غادي تبقى. خليناها وصافي. ودابا غادي نحاولوا اننا كما درنا في الجناب باش الكياس ما يضيعش، غادي نديرو حتى في الدخله، يعني البلاصه فين غادي يوقف الكياس حتى تما كاينه غادي نديرو واحد الخشيبه اللي غادي تحبس لينا الكياس باش ما يضيعش منها. كاين جوج في واحد، غادي نحاولوا اننا نتراسيو بها هذاك الاسباس، يعني يولي اسباس خاصي، واي حاجه كتكون كادغي كتبان في المنظر احسن. وتاني حاجه غادي يعني نحاولوا اننا نحبسوا الكياس تما كاينه باش ما يبقاش ضايع لنا في الجهه الاخرى. هذا هو لوبجيكتيف ديالنا من هاد، يعني من هاد الخشب هذا. بالنسبه للخشب، هاد الخشيبه هاد الاخرانيه اللي درنا خديناها من عند الناس اللي كيبيعوا الخشب، الثمن ديالها كان جدا مناسب، خديناها ب 25 درهم دونك ما غاليهش كاع. وكتبان لي انها غادي تصبر لان غليظه والخشب ديالها ثقيل، زعما ماشي شي حاجه اللي عيانه، خشب ديال بصح ماشي كونتر بلاكي ولا داك الخشب معاود، وانما خشب حقيقي. كما كتشوفوا انا حاولت انني ما نزربش لا فيديو منها، تشوفوا داكشي اون ديتاي بشويه بشويه منها، انتما يعني
منها انكم تستافدوا الا كان شي حاجه انسان اول مره غادي يديرها وبغى يديرها، غيبان له داكشي يعني بالتفصيل، ماشي غير القطع ويتحيد القطع ويتحيد. وانما فضلت في هذه اللقطه هذه خصوصا انني نفيلميها كامله. كنظن ان الفكره واضحه، يعني شفتوا كيفاش درنا ليها، حاولنا اننا نفيكسيناها تما كاينه، ومن بعد ردينا عليها هذوك التراب، زعما التراب ديال الجناب، وهي كانوا فيها ملي شريناها كانوا فيها واحد الحفيرات ولا واحد التقيبات، درنا فيهم واحد الحديدات من الوسط يعني شادين في الارض داخلين حتى لداخل، وهكا راه باين بانها ما غاديش تحرك، واخا يتاكلوا فيها الدراري ولا يحاولوا انهم يحيدوها، ولكن راه شاده مزيان في الارض. ومن بعد كملنا الشبكه حتى الحد ديال البلاصه فين حبست الخشبه، وكبينا شويه الماء باش التراب يلصق ويشد بلاصتو. وكما غادي تشوفوا دابا هنايا كنا في طران واحد الصباح، وبقاو هاد الكريسيات وهاد الطبيله. بغيت غير نوريهم لكم، يعني هاد البليصه راه ما كنديروش فيها، ما كيلعبوش غير فيها، واخا باقا ما كملاتش راه بينا كنستغلوها، كنحاولوا اننا نفطروا فيها لي ويكاند ولا مثلا في العشيه فاش كنرجعوا كنديروا فيها كاسكروت. صراحه زوين الجو مع بلاصه كتكون مهويه وكاينه الشميشه، الحمد لله وشكر لله. دابا كما غادي تشوفوا ان شاء الله غادي نحاول انني نسرح هذاك الكياس اللي بقى في هذه البليصه اللي ما فيهاش الكياس، وبغيت نوريكم كيفاش درناه سرحناه ساهل صراحه، ما شدش لينا اليد وما شدش لينا الوقت كاع، وجا مقاد نيفو واحد. غادي نستعمل هذيك الخباشه، المهم حنا كنقولوا لها الخباشه، راه دايره بحال الفرشيطه، وهي فيها سنينة رقاق، هذيك هي اللي خدمنا بها. كنكب الكياس الوسط وكنبقى نسرح فيه بشويه بشويه. هنا راه يقدر يبان لكم بانه كاينين جوج انواع ديال الكياس، لاننا خديناهم من عند جوج ديال لي فورنيسور، يعني مشينا عند الاول خدينا، ومن بعد فاش عاود مشينا عنده لقيناه سهله، واضطرينا اننا نمشيو عند واحد عند سيد واحد اخر وخديناه. وراه ما كايناش اون غون ديفيرونس، يعني تقريبا لا طاي، يعني القياس ديال الكياس راه هو، ولكن اللون كاين شي شويه ديال الاختلاف. كنظن انه مع الوقت ما غاديش يبقى باين، وهو حقيقه ما باينش بزاف الا لا كنتي عارف بان راه كاين جوج انواع، غادي يبان لك الفرق، سينو راه ما باينش بزاف. ومع الوقت الانسان كيبقى يمشي ويجي فوق منه، راه كيتقاد مع الوقت، يعني كيتخلط مع بعضياته مع الوقت. كما كتشوفوا راه هذيك الشبكه راه نفعت بزاف، الكياس بقى غير الفوق، ولا تشوفنا بقات غير الفوق، ما دخلش كاع في التراب الداخل، حيت انا متاكده كون ما درناش هذيك الشبكه وبغينا نديرو هاد التوفنه راه غير نوركو عليه، غير غنتمشاو فوق منه غادي يدخل في التراب لتحت، لان التراب رطب الحمري راه اي حاجه كسرتها، ومع الوقت غادي يولي لتحت هو اللي كاين الكياس، وكاع هذيك التراب غادي يطلع الفوق. باغ كونطخ فاش درنا هاد القضيه ديال الشبكه راها نفعات بزاف، وحيدت علينا بزاف ديال زعما بزاف ديال المشاكل اللي غادي ممكن انهم يكونوا من بعد. دابا كنحاول انني اي بلاصه بانت ليا خاويه كنعمرها، اي بلاصه بانت ليا خاصه شويه ديال الكياس كنزيدو فيها وصافي. كنتمنى فريمون ان هاد لا فيديو تكون فاتكم وتكون استفدتوا وتعجبكم. على كل حال ان شاء الله لا فيديو راه باقي ما سالاتش، ولي طرافو باقي ما سالاوش، لا فيديو الجاي ان شاء الله غادي نكملوها، غادي نحاولوا اننا نقادوا هذيك الجهه اللي كاين فيها الشجر، باقي شويه خاصه شويه ديال الخدمه، وغادي نحاولوا اننا نديروا شويه ديال الخضوره باش ما يبقاش باين غير هاد اللون الكري ديال الكياس، كيجي شويه ممل، ما زعما ما كاينش شويه ما كاينش الحياه بلو دو موا. باغ كونطخ كنظن الا درنا الخضوره غادي تبان احسن،
وهذا مكان. وما نساوش بطبيعة الحال خصنا نكملو هذيك الزعلولة حتى هي غادي نوريكم كيفاش غادي نديرو ليها، لان كنا ديجا صوبنا واحد الكريسيات عند واحد السيد صدور، ولكن ما جاوش مزيانين لان الكراسه كيبداو يتزعلوا الوليدات، كيبداو الكرسي كيبدا يميل يعني بحال اللي كيبغي يطيحهم على وجههم، وما خدامش هادشي زعما سي ريسكي. من الاحسن نديرو شي كرسي ما فيهش الظهر، يعني غيجي غير بلانشة وحده، ولا يعني نيفو واحد ما يكون فيه لا ظهر لا حتى شي حاجه. من بعد ان شاء الله في الفيديو الجاي غادي نوريكم بالضبط كيفاش درنا ليه، راه باقي ما صوبتوش حتى الان، ولكن ان شاء الله فاش غنبغي نصاوبو راه غادي ندير له فيديو، يعني غادي نفيلميه باش هكا اللي بغى يستافد يستافد معنا، حنا كاملين هنايا غير باش نفيدو بعضياتنا، وكما انا كنتفرج دي فيديو كنستافد منهم كنبغي نعطي حتى انا الافاده للناس وحدين اخرين. وشكرا على المتابعه، والى فيديو قادم ان شاء الله. تهلاو في راسكم والى اللقاء.